الحكيم باري المغرب الجديد وباعث نهضته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحققته وعلى يديه كل ما يصعو إليه شعبنا من بناء ونماء وتقدم وازدهار وأمن واستقرار. المشاريع والإصلاحات في إطار تنزيل النموذج التنموي، وتتميز هذه الاستحقاقات بإجراء الانتخابات التشريعية والأمن والاستقرار التي لا تقدر بثمن، وخاصة في ظل التقلبات التي يعرفها. الخطاب ديال صاحب الجلالة كان تبارك الله عليه كان جامع مانع، لأن احنا دائما وراء صاحب الجلالة في التعليمات ديالو، والخطاب ديالو كانت فيه إشارات كبيرة، منها إسبانيا ومنها الأعداء اللي بغاو يهدموا المغرب العربي بعد التدخلات ديالهم، بعد المناورات ديالهم الغير صالحة. ولهذا المغرب الحمد لله تحت السياسة الرائدة ديال صاحب الجلالة، لا الخارجية ولا الداخلية في المستوى ولا في الاستثمارات الآن التي تدخلها صاحب الجلالة المغرب. المغرب الآن قوي، وقوي أحب من أحب وكره من كره. عاش صاحب الجلالة، نصر الله، وعيدنا وعيد صاحب الجلالة يعود الله عليه بالأمن والأمان لبلادنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.